ووفاء لراية وطننا النضرة، إلا هو عالم الغيب، هو الله الحسنى. الجزائر ما تزال تعيش الذكرى الستين. نجتمع في دار القرآن لكي نشرف على افتتاح هذه المسابقة الدولية لجائزة الجزائر للقرآن الكريم في طبعتها 18 بمشاركة 52 دولة من الدول الشقيقة والصديقة برعاية سامية كريمة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. هذه الطبعة التي جاءت أيضا بالتحاضر عن بعد كما تابعنا في الكلمة، ولكن نحن نعتبر أن الطلبة الذين يشاركون عن بعد هم في الجزائر، لأنهم يتبارون من خلال مراكزنا القنصلية والدبلوماسية وكذلك السفارات في دول العالم. وليس غريبا أن تجمع الجزائر كل هذا الخير، كل هذا الزخم، حيث كل سفاراتنا مجندة اليوم. طبعا هذه التعليمة كانت عندها أكثر من شهرين تقريبا. سيد رئيس الجمهورية أخذ هذا القرار لكي يوزع هذا المصحف مجانا، ونحن في الستينية بدأنا وشرعنا في طباعة هذا المصحف لإخواننا المكفوفين، وهو مصحف الجزائر للمكفوفين، وسيكون إن شاء الله يعني بين يدي القراء تباعا في هذا في شهر رمضان المبارك إلى دول إفريقيا، خاصة دول الساحل، وكذلك إلى إخواننا في أرض المهجر من خلال جامع مسجد باريز الكبير كما أمر السيد رئيس الجمهورية، ويستفيد منه أيضا أبنائنا المكفوفين في الجزائر. لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة يطبع هذا المصحف الجزائري برواية ورش عن نافع كما هو المرجعية الدينية، وكذلك أضفنا إليه الخط، خط الأستاذ الكبير شيخنا الشيخ شريفي